كما ينضم إلينا عبر الهاتف من المنامة أيضا سعادة النائب علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المشتركة للسلطة التشريعية، للحديث أيضا حول التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها جلالة الملك المفدى بأهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. سيد العرادي، بداية أرحب بك. وكما يعلم الجميع، جلالة الملك المفدى أكد خلال لقائه بسمو رئيس الوزراء الموقر أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. في اعتقادك سيد العرادي، ما المردود أو الفائدة التي ستعود على المواطنين، وما هي إجراءاتكم أنتم كسلطة يعني تشريعية في اتخاذ الإجراءات حسب التوجيهات الملكية السامية؟ مساء الخير حسين، وامتاز هذه الفرصة كذلك مسي الخير على السيدات والسادة المشاهدين، وكذلك من خلال تلفزيون البحرين أن أقدم تحية ولاء وإجلال وأكبر إلى سيدي صاحب الجلالة على التوجيه الملكي السامي، والذي يعد بالنسبة لنا نحن أعضاء السلطة التشريعية دافع بإذن الله لمزيد من الإنجاز والعمل الذي يقف دائما مع مصلحة الوطن والمواطن. وكذلك أن أشيد بهذه التوجيهات الملكية السامية والتي أتت كذلك استجابة لأحد طلبات اللجنة التشريعية المشتركة فيما يتعلق بملف الدعم، أن لا يتم يعني إصدار أي رسوم جديدة إلا بعد أن تتوافق اللجنة مع السلطة التنفيذية على آلية هذه الرسوم لكي يصل الدعم فعلا إلى مستهدفه، ولكي نصل إلى عادة هيكلة شاملة للدعم، خاصة أن هذا الملف يعني يتأثر فيه كل مواطن ومقيم في مملكة البحرين. نعم. نحن طبعا في السلطة التشريعية وفي اللجنة المشتركة التي أتشرف بأن أعمل يعني ضمنها مع أصحاب السعادة من أعضاء مجلس الشورى والنواب، سنأخذ هذه التوجيهات الملكية السامية ونعمل على تحقيقها إن شاء الله من خلال مناقشاتنا في اللجنة. وإن شاء الله غدا سيكون هناك اجتماع للجنة، سنقف خلال هذا الاجتماع على توصيات اللجنة الفنية التي انبثقت من اللجنة المشتركة، والتي يعني أوكلنا إليها نحن أعضاء اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية ووضع تصورات تقف على تصورات توصيات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والنواب لمناقشتها بإذن الله تعالى مع اللجنة الفنية التي ستشكلها الحكومة. نعم. أيضا أن أنتهز هذه الفرصة وفي عجالة إذا أذنت لي، تفضل، وأن أشير أن ملف الدعم هذا ملف يعني تمر البحرين كما نعلم جميعا بتحدي اقتصادي، وإعادة هيكلة الدعم يتطلب منا جميعا أن نناقش هذا الملف ضمن يعني مبادرات مختلفة، هذه المبادرات موازن بينها بأن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه وأن لا يتأثر المواطن من ذوي الدخل المحدود، وكذلك أن نحاول أن ننجز إنجاز وطني يدفع بإذن الله بعجلة التنمية قدما. وأتمنى إن شاء الله وأطلب إن شاء الله من يعني إذا أذنت لي ما دام أنا في تلفزيون البحرين، نعم تفضل، البحرين أن يعطي فرصة لهذه اللجنة، وأنا واثق بإذن الله بأن التوافقات التي ستخرج من هذه اللجنة مع السلطة التنفيذية ستعود بإذن الله بالخير على كل شعب البحرين. إن شاء الله منيتنا لكم بالتوفيق. سعادة النائب علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.